اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم في حلقه جديده من برنامج مراسلونا. لدينا هذا الاسبوع تقارير جديده ومنوعه فكونوا معنا. تعد مدينة بابل من أعظم المدن التاريخية في العالم، كونها ليست موقعاً أثرياً فحسب، وإنما ورد ذكرها في القرآن، واعتمدت كتب التوراة والإنجيل على تاريخ بابل وآشور. التقرير التالي مع مراسلنا معتز العبودي. تعد مدينة بابل من أعظم المدن التاريخية في العالم ومن أقدم المواقع الأثرية على الإطلاق، كونها ليست موقعاً أثرياً فحسب، وإنما ورد ذكرها في القرآن الكريم، واعتمدت كتب التوراة والإنجيل على تاريخ بابل وآشور. مدينة بابل هي مدينة عراقية تقع جنوبي العاصمة بغداد، وجاء هذا الاسم من لفظ باب إليو، والذي يعني باب الإله في الترجمة الأكادية، وينسب تأسيسها إلى مردوخ إله البابليين الأكبر، حيث يعود تاريخ هذه المدينة العريقة إلى حضارة ما بين النهرين عاصمة الإمبراطورية البابلية. بابل، التوراة والإنجيل قائمة على ذكر بابل وآشور، ومذكورة أيضا في أهم سورة من سور القرآن الكريم، سورة البقرة في الآية 114 التي تقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا يعني ومن المعروف جدا أن القرآن الكريم قليل ذكر الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ولكن ذكر مدينة بابل بالاسم نتيجة أهميتها التاريخية والحضارية. فبابل تمثل يعني روح ومركز الكون القديم والحديث. واحدة من أمهات المدن الأثرية بالعالم، تعتبر من أهم المناطق الأثرية أو المدن الأثرية بالعالم، بل أكبرها مساحة وحجما. شغلة الدنيا بحيث حدود بابل وصلت إلى تقريبا مصر، وشمالا إلى المناطق الشمال العراق، بالإضافة إلى وصولا إلى دلمون البحرين. هذه هي أهميتها بالنسبة من الناحية التاريخية. أما أهميتها من كمساحة أثرية، الليمون منقب من المدينة الأثرية يقدر تقريبا من 7 إلى 8%. واشتهرت هذه المدينة بمبانيها وجدرانها المزخرفة التي لا تزال بعض آثارها باقية إلى العصر الحالي، ومنها بوابة عشتار، وهي البوابة الثامنة لمدينة بابل، وقد بنيت بواسطة أحد الملوك البابليين إهداء منه للآلهة عشتار، والذي تشير إليها بعض الكتابات التذكارية المكتوبة على أحد جوانبها. وهذه البوابة هي عبارة عن قلعة تاريخية نقش عليه العديد من الرسومات والأشكال التي ترمز للآلهة عشتار، وكذلك تمثال أسد بابل، وهو تمثال لأسد يقف على شخص بشري. كان هذا الأسد يفترسه وقد صنع من حجر البازلت الأسود، ويقف هذا التمثال على منصة يبلغ طولها حوالي متر بجانب مبنى الجنائن المعلقة، ويرمز تمثال الأسد إلى قوة بابل والشخص البشري إلى العدو. وكذلك المسرح البابلي الذي يقع في الجانب الشرقي من المدينة الأثرية، والتي تقام اليوم عليه الكثير من المهرجانات والاحتفالات، ومنها مهرجان بابل الدولي الثقافي السنوي. معظم الآثار الشاخصة التي نشاهدها في مدينة بابل تعود إلى عصر الملك نبوخذنصر الثاني عام 605 قبل الميلاد، أي عهد السلالة الكلدية. تضم مدينة بابل حالياً الأسوار الخارجية والأسوار الداخلية، كذلك تضم قصور، منها قصر الجنوبي الذي هو حالياً إعادة بناء، ويضم أيضاً بقايا القصر الشمالي أو القصر المركزي، فضلاً عن القصر الصيفي
الذي شهد ليكون قلعة في إلى الجهة الشمالية. وأدرجت آثار بابل مؤخرا على لائحة التراث العالمي لليونسكو في المؤتمر الذي عقد في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وكانت اليونسكو قد رفعت هذه الآثار من قائمة التراث العالمي في عام 1985 بسبب تجاوز النظام السابق على الآثار وبناء قصر وحدائق للطاغية صدام. وبعد سقوط النظام الدكتاتوري دخلتها القوات الأمريكية وجعلت منها مقراً لهذه القوات، وتعرضت الكثير من التجاوزات مما يتطلب من الحكومة العراقية الاهتمام بهذه الآثار العظيمة وتسهيل دخول الزوار والسياح العرب والأجانب للتعريف بحضارة بلاد الرافدين العريقة. لبرنامج مراسلونا معتز العبودي، بابل. نظمت مجموعة من مصممات الأزياء عرضاً للزي الكردي النسائي، عملنا من خلاله على دمج أصالة التراث والحداثة معاً، ومن خلاله لإتاحة الفرصة أمام ربات المنازل للتعبير عن مواهبهن في التصميم والنقش. التقرير التالي مع مراسلنا شيار محمد. كمبادرة شبابية لدعم الفلكلور الكردستاني، قامت مجموعة تطلق على نفسها يونايتد كردش للتصميم بتنظيم عرض للزي الكردي النسائي، وذلك بمشاركة نحو 13 مصممة. هذا النشاط تضمن عرضاً للأزياء الكردية النسائية ل13 مصممة، كل واحدة منهن طرحت أفكارها ورؤيتها لحياة الزي الكردي النسائي والذي تميز بنقوشه وألوانه الزاهية كدليل على حب الحياة. نحن نهدف من خلال هذا العرض بدعم طاقات النساء ومواهبهن. أردنا إيصال رسالة مفادها العمل بروح الفريق من قبل جميع المصممات وأفساح المجال أمامهن، وخاصة ربات البيوت، لعرض أفكارها وموهبتها للآخرين. العرض تخلله تصاميم دمجت بين الأصالة والحداثة، وتم حياكتها بألوان الزهور والورود والتي حافظت على نكهة الفلكلور الكردستاني من اللباس الأساسي وصولاً إلى الأكسسوارات. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرض الذي يهدف للمحافظة على التراث الكردستاني وتعريف الآخرين به، وكما ترى فإن طريقة التصميم رائعة. هذه الأزياء هنا خاصة بفصل الصيف، وقد تم تحديثها بطريقة عصرية خاصة من حيث النقش وأسلوب الحياكة، وبكل تأكيد عملت كل مصممة على إيجاد أفضل تصميم ولون وأكسسوار توافق مع عارضاتها. ويتميز الزي الكردي النسائي عن نظائره بالأقمشة المستخدمة في حياكته، مما جعله فريدا من نوعه بين جميع الأزياء الشعبية الأخرى المعروفة في العالم. عندما يلتقي الجمال والأصالة يكون هذا العرض المميز للأزياء الكردية في مدينة كالسليمانية، وبذلك يكون دليل على أن الشعب الكردستاني هو شعب يعشق الحياة. لقناة زاغروس تيفي شيار محمد، السليمانية. لجأ عيد إلى مخيم جمشكو للنازحين في مدينة زاخو، حيث احترف فن النحت حتى أصبحت مصدر رزق له ولعائلته من خلال دعم حكومة إقليم كردستان والمنظمات الدولية المستمرة له. التقرير التالي مع مراسلتنا نجلاء السندي. تحت خيمة صغيرة في زاخو ظهرت موهبة عيدو في النحت. نعم، هنا مخيم تشمشكو للنازحين. بعد الأحداث السنجار جينا يعني، ومن محتاج يعني مادية، وبعدين دورة انطانا
من أزمات روانكا من الأقليم ساعدنا وفتحت الدورة، وعالم استفاد منه 25 طلبة عندي، وكان هم علمتهم واستفادوا، وهسه قسم منهم يبيعون ويسوا. مجسمات تمثل معاناة أو أملا أو قصصا في كل تقاطيع التماثيل، فكل انحناءة فيها إيحاء، وكل لمسة من يد عيدو قصة للكرد الإيزيديين يوم لم تستطع حكومة العراقية أن تمنع يد داعش من أن تقتل الرجال وتأسر الكريمات الناجيات الإيزيديات أيام اجتياح شنغال. عيدو النحات والنازح وجد دعما من هيئات إقليم كردستان والمنظمات الدولية، الأمر الذي جعله ينظم دورات لتعليم أقران النازحين أسرار فنه ومصدر كسبه. أول مرة نسوى حديد تفصيل على ما يجي مثل السورة، حديد مشبك، بعدين سيم مشبك، بعدين نلبخة بشمنتو خشن، بعدين اللمع، بعدين نقشها وبعدين نصبغها. التماثيل نسوي حسب الطلب، يعني التير، الكراسي، ميز. بيئة كردستان ملاذ للنازحين إليها، وسوقها عطشة لصنع أيديهم. أشكر حكومة الأقليم عاوننا ودعمنا بهذه الدورة وهذا فتحنا ونحن استفاد منه. نشكر من مؤسسة روانقا فتح هذا لنا هذا الدورة ومساعدة النازحين. صحيح إن الحروب قبيحة، لكن الجمال كان حاضراً في لمسات عيدو لأنها تحكي لنا آفاق حرة وحياة تخرج من الصخرة. لبرنامج مراسلونا نجلة السندي، زاكروس تي في. الفنان التشكيلي الذي جمع بين الريشة والقصيدة زياد الرحال زار مدينة دهوك لافتتاح معرض جديد هناك، فكان لمراسل غسان خضر لقاء خاص معه. نحن الآن في متحف دهوك الثقافي رفقة السيد زياد الرحال الفنان التشكيلي الذي يزور دهوك من أجل إقامة معرض في شهر نوفمبر المقبل. سيد زياد أرحب بك في قناة زاغروز، وأيضا أرحب بك هنا في مدينة دهوك. اليوم جئت إلى دهوك في زيارة تفقدية من أجل الاطلاع على الواقع الفني في دهوك. قبل أن أسألك عن المعرض، كيف رأيت الفن في بسرعة ما في دهوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مبهر منذ زمن في هذه المدينة الجميلة دهوك، وأتصور أنها متكاملة، وخصوصا هنا في هذا المتحف الفلكلوري التاريخي الحضاري الذي يرمز لدهوك عبر مراحل التاريخ المختلفة. لذلك أنا كان لزاما علي أن تكون محطتي القادمة لمعرض التشكيلي هي في دهوك إن شاء الله. أنا أقمت العديد من المعارض سواء داخل بلدي العراق أو خارجه، من أجل أن يطلع العالم على الفن التشكيلي العراقي في مدارسه التشكيلية المتعددة، سواء التجريدية، التكعيبية، الووتر بروف،
طبيعي المناظر. يعني أنت الآن في دهوك وتتعامل مع هوية ثقافية مختلفة ربما عن باقي المحافظات العراقية أو بغداد على وجه التحديد، تتعامل مع موروث مختلف. كفنان ربما نسألك، كيف يمكن للفنان أن يخلق هذه التوليفة بين هوية كردية وهوية عربية ويخلق تحفة فنية يعني تحاكي الطرفين؟ هل هناك إشكالية أو هل هناك صعوبة على الفنان في هذا الموضوع؟ لا توجد صعوبة على الفنان التشكيلي عندما يرى هذا العمق الحضاري والموروث المجتمعي لمدينة لها امتداد وجذور متقاربة، وكما قلت أنت إنها توليفة بين ماض سحيق بأزيائه بعاداته بتقاليده بملابسه بموروثه الشعبي، وبين مستقبل أو حاضر تريد تكون فيه متغيرات جديدة طبعا نحو الأحسن. هذه التوليفة تنم عن مجتمع متطور يواكب التطور الحضاري، يواكب التطور العمراني، أيضا يواكب التطور الثقافي. دهوك ليست مدينة منغلقة. إذن لازلنا متواصلين معكم في مع السيد زياد الرحال الذي يزور دهوك من أجل إجراء معرض تشكيلي هنا في الشهر العاشر. سيد زياد، يعني كيف يمكن للفن أن يلعب دوره في جمع الناس تحت مظلة واحدة، تحت سقف واحد هو يعني سقف التعايش، سقف المحبة، سقف الانفتاح على الآخر؟ بطبيعة الحال الفن هو جزء من الثقافة. الثقافة هي الأشمل، الثقافة تشمل الفنون وحركة نبض المجتمع الماضي والحاضر والمستقبل. مما لا شك فيه أن الثقافة والفنون أحد أجزائها تجمع الشعوب وفق مبدأ الإنسانية، الإنسانية أولا. الخيارات الأخرى بين الدول أو بين المجتمعات التي ترتئي أن تكون دولة أو دولة حديثة، لا يمكن أن يكون هذا ابتعاد عن الملتقى المجتمعي. الملتقى المجتمعي الذي نلتقي به سوية عربا كردا تركمانا يزيديين ضمن هذا المحور، سواء إن كنا دولة أو دولتين أو أقليم، يجمعنا هو الفن. لست وحدك، فكلنا معك، فإن من سواك قد كرمك. مرادي منك طيبتك، وهبتك سماحتي فهب لي سماحتك، وهبتك سماحتي فهب لي سماحتك. لا يهمني لونك أو عرقك، مرادي منك طيبتك. على الرغم من معاناة النزوح والتي لا تزال مستمرة، فإن رسالة نازحة لزرع التفاؤل في قلوب الأطفال تعيد الحياة إلى مخيم بحركة. التقرير التالي مع مراسلتنا سليل عصام. خلقت أجواء غير مألوفة ولا يمكن رؤيتها في بقية المخيمات، تجعلك تعيد النظر مرة أخرى إلى حياتك. ذاقت شيماء كغيرها مرارة النزوح واللجوء إلى مخيم بحركة في أربيل، وبدرت في سبيل التخفيف على الأطفال بالمخيم إلى تعليمهم الموسيقى والأناشيد والمسرح وكرة القدم. أنا أعمل بمنظمات المجتمع المدني مدة 6 سنوات تقريبا. هواي تنوعت بأعمالي سواء للطفل أو المراهقين. عملت بمجال الرياضة، عملت بمجال الإعلام، عملت بمنظمة باو سيف ذا تشيلدرن، أيضا الهلال. دائما أتنوع بأعمالي، دائما أحب أوصل فكرة للمجتمع، أحب أغير. جتني فرصة أنه هذول الأطفال عندهم مواهب، عندهم طموح، عندهم أحلام هواية، حبيت أسوي لهم فتشي أنه خارج عملي، عدا أطار عملي، أنه أنا لما أخرج
ألعب وياهم من خلال الألعاب اللي دن نلعبها أو المسرحيات. أنا وزميلي زميلي هاني هو يساعدني بالمسرحيات، أنا أسوي لهم بعض الفعاليات مثل الباليه مثل الزومبا مثل الفعاليات اللي هسه اليوم سوونا إياها، أدربهم عليها، أعطيهم من خلالها دعم نفسي أيضاً، إنه بعض الأطفال هم موجودين كمشاهدين لإلهم، لكن إنه أني أدرب هاي المجموعة والمجموعة الثانية أيضاً أتابعها حتى أكون شيء أكبر، إنه مو فريق واحد يلتزم فريق ثاني. طبعا الاطفال اعطيهم بعض التوعيات سواء تخص الوالدين او النظافه او غير ذلك، ما اعطيهم فد قانون يلتزمون به او فد شيء معين، لا بالعكس انا هنا اشجعهم، احب اطور من ذاتهم، اعطيهم كمثال اللي هي انه احنا لازم نتحدى الصعاب، نتحدى المجتمع، التقاليد، العادات، بعض الامور، انه هي مثلا انه هم كهذا العمر تحديدا يمنعوهم عن بعض الفعاليات، لكن أنا بديت أشجع، بديت أروح للأهالي أحكي وياهم، حاولت أقنع والحمد لله جبت نتيجة، خليت إنه الطفل يفكر إنه خلي يسوي الشيء سواء فعالية أو رياضة، خليناهم يشاركون بالرياضة هواية من ضمنهم ماراثون أربيل، هم شاركوا وبعض الأطفال طلعوا من الأوائل. بيئة أربيل الملمة بالثقافة والفنون كانت العامل الأكثر تشجيعاً لشيماء لتعليم أطفال المخيم مختلف الفعاليات التي تعيد الأمل لديهم رغم معاناة النزوح. مدينة أربيل هواية ساعدتني، قدمت لي هواية فرص، من ضمن الفرص أنه أنا دخلت بتجربة رياضة عن طريق فري توران، بعد ما طلعت من الأوائل وبعد ما اختاروني كقادة للمجتمع حبيت أسوي لي فريق مساعد زميلي، بلشنا فريق مخيم بحركة، كان لأول مرة إنه نأخذ بنات مراهقات بهذا العدد إنه يشاركون، طبعاً هم كلش منغلقين، عانينا واجهنا هواي صعوبات حتى نقدر نقنع من البعض والحمد لله، بعد ما أقنعناهم بلشنا إنه نأخذهم للفريق، طبعاً عن طريق منظمة تمكين المرأة هواية اهتموا بالبنات، طبعاً أنا مشتغلة بعدة منظمات، لكن إنه دائماً الوقت مو كافي إنه أدرب هاي الأطفال بهم، أشكر مؤسسة البرزاني للتوفير هالمساحة، إحنا دربنا أكثر من مرة. هم خلوا ثقة بنفسنا والحمد لله وصلنا لهاي المستوى، احنا يعني هذا المثل بدايتها ألم ونهايتها أمل. نزحنا ما استسلمت، حبيت أسوي شيء وقدرت الحمد لله، لكن بعد أسعى إنه أسوي أكثر، خططي أكيد أكمل دراستي إن شاء الله وشي يوم أصير دكتورة، من ضمن الخطط مالتي انه هالبنات اللي انا دا ادربهم ومستمره وياهم انه مو اتوقف، اخليهم يسوون شيء للمجتمع كقاده ايضا. وعلى الرغم من معاناه النزوح والتي لا تزال مستمره، فان رساله نازحه كافحت لزرع التفاؤل في احد المخيمات المنسيه تلخصت في ان الماساه قد تكون بدايه الطريق نحو النجاح، فيما لو توفرت الاراده والتشجيع اللازم لفعل ذلك. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات مش فاش من لبرنامج مراسلونا سليل عصام أربيل. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقات هذا الأسبوع، انتظرونا في حلقات جديدة ومميزة، إلى اللقاء. أبحث منه وأنت لعب وليخذك أحسن من أبحث منه وأنت لعب.